خمسة جاوب وحديتهم صراحة له. اختارينا الخمسة واختارينا الخمسة في الشهر واختارينا يوم الخميس بهالطريقة هذه. الخير خميسة. وإن شاء الله بإذن الله يمكن أنها سلاوية تنظن أنها سلاوية ودرناها سلا بالطريقة ديالنا بالطريقة المتميزة إن شاء الله بإذن الله. المعرض في حد ذاته كان المدة هذه كان خصو يكون 2017 تكلمنا عليه و علاش تكلمنا عليه؟ لو كنا باغيين نديروا شراكه ما بين الفن واللي هي لاركيتكتور الهندسه والهندسه المعماريه والهندسه ديال الديكور حتى هي. واتفقنا انه يكون واحد الشراكه ما بين هذوك اللي كانت منعدمه، بغينا نعاون نحيو الشراكات اللي ما بين هاد الناس هادو باش ان شاء الله نزيدوا القدام في المدينه، والمدينه كما قلنا ناقصه لهاد المدينه سلا ناقصه في هاد الاطار هذا. انا سميتي غير لوغينوف اوريجين روس، جيت المغرب في 2000 دونك ملي جيت ما كانش عندي فراسي ليا انا نولي فنان شكيلي. الله اللي دار بحال هكا. المهم انا كنرسم من الصغر وعزيز عليا الرسم، وملي جيت المغرب نورمالمون البروفيسيون ديالي بيوشيميست. ملي جيت المغرب ما لقيتش ما يدير في الاول، وباش ندوز الوقت في شي حاجه وتيليزابل كنت كنرسم تابلويات حتى شافوا التابلويات الناس لي ماروكان و عجبهم الحال وبداو كيسولني واش يقدروا يشريو شي تابلويات. ديك الساعه انا فهمت لي ان راه عندي في اليدين عندي واحد الانسترومنت اللي نقدر نعيش به. العادل الشاوي عطانا واحد الامكانيه ما طلب من حنا حتى حاجه من الفنانه، والعكس هو عنده الرغبه على الفن وبروبوزا لنا الخيوط باش حنا نوريو الفن بالفرحه، وجمعنا حنا صحاب الفنانه اللي كاينين اكسبوزين دابا، حنا كنعرفوا بعضياتنا من شحال هادي، وكل واحد عندنا اون ستيل وواحد الكارير واحد لي زيتاب. دونك بالنسبه للفن ديالي هو انا بديت من الفيغوراتيف من امبرسيونيزم اكسبرسيونيزم. ملي جيت المغرب لقيت كلشي جديد، دونك لقيت بزاف ديال لي زيموسيون منوضين بالطبيعه الجديده بالكولتور بالريحه بالشوف. دونك بريمير المواضيع ديالي داكشي اللي كيشوفوا العينين، لي بيزاج السوق البيرسوناج، المهم اورينتاليزم امبرسيونيستيك. ومع الوقت عييت فهمت لي ان الا بغيت نبروغريسي خصني شويه ندخل في الخدمه ديالي بلوس دو كونتكست بلوس دو الميساج الفيربال. او ميم تو بديت كنبعد على التصويره باسكو الفن الاول كان بازي على الموديل، اما اون بلانير اما من التصاور. دونك دابا بوندون 20 سنه انا دابا وصلت واحد النيفو اللي انا ما كنستعملش التصويره باسكو دابا لي سوجي ديال التابلويات ديال السبيكتاكل اللي خدت لي تابلويات لي السوجي اللي كنخلق في التابلويات هو بحال اون سبيكتاكل، كل تابلو عندها السميه ديالو و السيناريو ديالو. دونك انا ما مختاش دابا شي موديل، لي براتيك اللي درت في 20 سنه دابا كيخليني نرسم ليبر من الايماج ديال العينين. داك كلشي كيتخلق دابا في الدماغ في فيزاج ايماجينير. بديت المسيره الفنيه ديالي تقريبا في بدايه التسعينات، وتقريبا اشتغلت واحد المده طويله في ميدان ديال الفن التشكيلي الواقعي، المدرسه الواقعيه والانطباعيه، ومن بعد بديت نقلب على واحد المسار جديد في البحث في المجال ديال في العمل ديالي، وبديت نغير في الـ في الـ في, الـ في الاسلوب ديال العمل ديالي، وبديت بديت نسلك واحد طرق جديده في العمل وفي تقنيات جديده. وبطبيعه الحال
إضافة للتأثير من المدارس المعاصرة والفن المعاصر، وتيعجبني بالضبط ما يسمى بالتعبيرية التجريدية الإكسبريسيونيزم أبستراي، وهذا تيعطيني واحد المجال في التعبير بواحد النوع ما يسمى بلا ترانسفيغوراسيون، وهي يعني كان 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 قوم بتحويل المشاهد اليومية والطبيعة وكل ما تنعيشه إلى تقريبا صور وأعمال اللي هي فيها تعبير بالألوان يعني الوان وتدخلات ديال الضربات وديال ديال المواد، يعني كتكون اكثر بالنسبه لي اكثر تعبيريه من انه تكون صوره واقعيه. نعم.